أنا خبر مهم ليه علاقة، واحنا بنتكلم على التحدي الخاص بالاقتصاد والوضع العالمي ومشكلة الدولار والحاجات اللي بنستوردها من بره، ونتمنى انه زي ما كنا دايما بنتكلم والريس بيقول انه نقلل شوية من فاتورة استيرادنا، يبقى الحاجات اللي ليها الأولوية ويبقى في عندنا بدائل ويبقى في شغل في التصنيع علشان ما نضطرش ان احنا نستنزف عملة صعبة احنا في أمس الحاجة دي. لكن على كل حال النهاردة دكتور محمد معيط وزير المالية أكد انه تم الافراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستورده بمختلف المواني والمنافذ الجمركيه بقيمه حوالي 32 مليار دولار خلال الخمس شهور اللي فاتوا. وفي كلام طبعا عن الاولويات انه للسلع الاساسيه مكونات التصنيع الغذائي والادويه ومستلزمات الانتاج. ليه ده بيحصل؟ علشان ان احنا نضمن انه يبقى فيه شغل وفي انتاج وفي تصنيع، ان المصانع ما تقفش، ان المواد الخام اللي هي محتاجاها مستلزمات الانتاج تكون موجوده، فنخفف الاعباء عن المستوردين كمان بانك تخفض الأعباء الخاصة بالأرضيات والغرامات، وفي ناحية تانية أنه تقدر أنك تلبي احتياجات المواطنين، توفر السلع الأساسية تكون موجودة في الأسواق، ما يكونش فيه تعطيش فيبقى المعروض أقل فيحصل مغالاة وارتفاع في الأسعار. كمان أضاف وزير المالية أن ما كانت المنظومة الجمركية دي ساهمت بشكل كبير في أنها تسرع من إجراءات الإفراج الجمركي، فبالتالي يبقى فيه شغل على طول ونقدر احنا نحقق الهدف الاستراتيجي بتحويل المواني من بوابات عبور، بتكون بوابات عبور فقط مش اماكن للتخزين.